أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا، وهذه عناوينها: النيابة العامة تأمر بحبس المعتدين على جهاز النهر، وصول شحنات طبية للمرافق الصحية الجنوبية والوسطى، ومنظمة الهجرة ترحل 137 مهاجرا غير شرعي إلى نيجيريا. أمرت النيابة العامة بحبس المعتدين على منظومة النهر الصناعي من حقل أبار الكفرة عبر مسار تازربو السرير، وذلك بتهم الإضرار الجسيم بمشروع منظومة النهر الصناعي وائتلاف الأنابيب الخرسانية وسرقة معدتها بقصد التكسب غير المشروع. أعلن جهاز النهر عن بدء عودة المياه إلى طرابلس بعد تمكن فرق الصيانة من إصلاح التسريب في شارع عمر المختار، مضيفاً أن أعمال الصيانة استغرقت يومين، ما اضطر المنظومة إلى إيقاف ضخ المياه نحو طرابلس، وذلك عبر غرف التحكم في عين زارة. صرحت وزارة الصحة في حكومة دبيبة أن مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي في مدينة طرابلس بدأت في تسليم في فروعها في المنطقتين الجنوبية والوسطى شحنات من الإمدادات الطبية المتنوعة لتوزيعها على المستشفيات والمراكز الطبية الواقعة في نطاق المنطقتين. بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي مسارات توحيد مصرف ليبيا المركزي وجهوده في المحافظة على الاستدامة المالية داخل ليبيا والعمل على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ترحيل 137 مهاجراً غير شرعي، من بينهم 50 امرأة وأكثر من 10 أطفال من دولة نيجيريا إلى بلادهم، وذلك عبر رحلة خاصة من مطار مصراتة الدولي. توج فريق المدينة بلقب بطولة المنطقة الغربية لكرة السلة تحت 16 عاماً بعد فوزه في 3 مباريات خاضها أمام كل من اليرموك والأهلي والأولمبي، في حين حقق فريق الأهلي طرابلس المركز الثاني وحل فريق اليرموك بالمركز الثالث. نهاية النشرة وإلى اللقاء.